الدكتورة اللي معنا الدكتورة هدى معاذ كاوي المختصة في أمراض القلب والشرايين بمدينة الدار البيضاء. مرحبا بك دكتورة وأهلا بك. صباح الخير للمينا، صباح الخير مستمعينا الكرام. مرحبا بدكتورة، واليوم ارتأينا أننا نتكلموا على مشكل كذلك من مشاكل يمكن جيل الوليدات ديالنا اللي هو روماتيزم القلب عند الأطفال أو لا عند الطفل. روماتيزم عنده أعراض، عنده أسباب، عنده كذلك علاج لخاص الوليد يتعايش معه. طيب عرفينا أكثر وقربنا أكثر من روماتيزم القلب عند الأطفال. وي لالا جيهان، الوغ حمى الروماتيزم او ما يعرف بالحمى الروماتيزمية الحادة هو مرض التهابي مناعي كيصيب، يقدر يصيب القلب ولا المفاصل، يقدر يصيب كذلك الجلد والدماغ. كيظهر غالبا بعد فترة معينة من التهاب في اللوزتين او ما يعرف بالحلقم، ولا التهاب الاذنين ولا التهاب الجلد بسبب واحد البكتيريا كتسمى ستريبتوكوك من نوع أ. فملي هذا النوع ديال الالتهاب ما كيتعالج ولا يقدر يتعالج والعلاج ما كيكونش بطريقة سليمة، كتوقع الحمى الروماتيزميه بواحد النسبه ديال 3% من الحالات. وهذا المرض كيف ما قلتي كيصيب الاطفال اللي العمر ديالهم كيتجاوز بين 5 سنين حتى 15 سنه. نعم ويمكن اعلى نسبه كاينه تقريبا في سن 8 سنين دكتوره. طيب اقل من 3 سنين 8 سنوات وغالبا بين 5 سنين حتى 15 سنه، يعني اون مويان ديال 8 سنين. نعم طيب شنو هي الاسباب ديال المرض الرئيسيه؟ كيف ما قلت لك لا 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 هو هذا المرض هو نتيجه استجابه مناعيه غير طبيعيه لالتهاب ديال الحلاقم والاذن بكتيريا ستريبتوكوك ا مع عدم تلقي العلاج المناسب. وخصنا نعرفوا ان هذا المرض هو مرض غير وراثي، يعني ما كاينش واحد الجين اللي مسؤول عليه، هو كذلك غير معدي. ولكن للاسف التهاب الحلاقم اللي كنعرفوا ليه الجين ولا الحلاقم بالبكتيريا ستريبتوكوك ا هي معديه، لهذا نقدروا نلقاو عائلات كيصيب لهم مرض الحمى الروماتيزمية العادي من الافراد ديالها بسبب انتقال هذا الالتهاب اللوزتين البكتيري من شخص الى اخر. طيب هل يورث؟ يعني واش كاين وراثه لهذا؟ داكشي اللي قلت لك هو مرض غير وراثي، يعني ما كاينش واحد الجين ولكن هو وغير معدي، ولكن لي زونجين هما اللي معديين. داكشي كنلقاو بعض العائلات عندهم هذا المرض بزاف، يعني باش نقول لكم هو غير وراثي. طيب هل يمكن الوقايه منه دكتوره؟ الوقايه وي ضروريه جدا، وهو ملي كيجي هذا الالتهاب ديال الحلاقه ولا الاذنين ولا الجلد ستريبتوكوك خصنا علاج سليم، يعني بمده حيويه يعطيها لكم الطبيب، وخصنا نحترموا مده العلاج ونحترموا لا دوز اللي عطانا الطبيب. نعم الاعراض اللي كتبانها دكتوره في هذا المرض هذا على الوليدات شنو كيبان عليهم؟ بالنسبة للأعراض كيف ما قلنا هو كيظهر مر التهاب الحلاقم بين 15 ليوم حتى 30 يوم. والأعراض اللي نقدروا نلقاو هي الحرارة، العياء الشديد، الاصفرار في الوجه، نقدروا نلقاو كذلك ألم في المفاصل. هذا الألم غالبا كيكون حاد، نعرفوه بسهولة لأنه كيتميز بعدم استقرار، يعني في مفصل واحد يقدر يمشي من مفصل إلى آخر مع مرور الوقت، كتسمى أون دولوغ ميغراتريس ولا ميغراتوار، يعني مثلا تقدر تضرني ركبتي، من بعد ضرني كتفي، من بعد المفاصل يعني نعم الكتفين هي غادية. نعم والأعراض كذلك نقدروا نلقاو أعراض جلدية بحال ليغيتام كيتسمى مارجيني وهي هالات، ولا حلقات حمراء كتكون غالبا في الصدر وفي اليدين، ولا يقدر يبان تحت الجلد ما كيتسمى بلينودوزيتي هي بحال واحد الكويرة تحت الجلد في جهة المفاصل. ولكن هاد الأعراض الجلدية في غالب الأحيان ما كنشوفوهاش لأنها كتبان وكتختفي بطريقة سريعة. كاين أعراض كذلك مرتبطة بالقلب بحال النهجة ولا اضطراب نبضات القلب، كتكون عندها علاقة إما التأثر ديال الصمامات ولا الغشاء ديال القلب ولا عضلة القلب. وأخيرا كاين أعراض أخرى اللي نقدروا نلقاوها في هذا المحور هذا، وهي أعراض متأخرة وكتبان في حالة تطور المرض، كتكون عبارة عن حركات غير طبيعية ولا عدم تحكم في تنسيق الحركات ناتجة عن التهاب في المخ. ومن العلامات ديالها هو ضعف الكتابة بالنسبة للأطفال، صعوبة في ارتداء الملابس، ولا صعوبة في الأكل ولا في المشي. نعم هذا المرض دكتور واش كيختلف يعني في الأعراض ديالو على البالغين؟
ام هناك خصوصيه معينه عند الاطفال؟ جوستومون هاد الاعراض ديالو غير مميزه للمرض وما كاينش فرق بين صغير وكبير. كي قلت لك غالبا ما كيجي عند الاطفال بين 5 سنين و15 سنه وتقريبا نفس الاعراض اللي كيكونوا وغالبا اعراض ديال المفاصل ولا اعراض اللي عندها علاقه بالقلب او التهاب عضله القلب. طيب كيف يتم تشخيص هاد المرض هذا؟ الوغ بالنسبه للتشخيص هو ما كاينش اختبار معين او عرض معين اللي كيميز هذا المرض هذا. فالتشخيص كيعتمد على مجموعه من الدلائل ومجموعه من المعايير الكلينيكيه الاختباريه. فاول حاجه كيف ما قلت لكم كنسولوا المريض واش فايت جاتو الحلاقم ولا شي حمى مع التهاب ديال الحلاقم والاذنين ولا الجلد في الاسابيع بين جوج لاربعه الاسابيع اللي قبل اللي جاتو قبل ما يظهر اعراض هذا المرض الحمى الروماتيزميه. ومن بعد كنبحثوا على الاعراض اللي قلنا ذكرناها اللي عندها علاقه بالتهاب ديال المفاصل ولا علامات التهاب ديال القلب ولا الجلد ولا الدماغ. نعم كنقدروا نقوموا كذلك بتحاليل ديال الدم كنقلبوا من خلال فحوصات دمويه كنقلبوا من خلالها على اثر هذا الالتهاب بحال ارتفاع الكريات البيضاء لا في اس كتكون طالعه لا سي ار بي هادشي كامل عنده علاقه بالانفلاماسيون ولا كنلقاو كذلك مضادات الجسم اللي عندها علاقه بالالتهاب ديال الميكروب ستريبتوكوك اللي كنلقاوها حتى هي طالعه ولكن كيف ما قلت هي غير مميزه للمرض. كنقدروا نقوموا كذلك بتخطيط كهربائي للقلب اللي كيورينا بطريقه غير مباشره ان القلب يكون مقيوس ولا اذا استدعى الامر نقدروا نمشيو حتى لفحص القلب بالصدى من اجل التشخيص المؤكد ديال نوعيه الاصابه بالقلب واش الصمامات العضله ولا كل شيء مجموع. طيب واش كاين امكانيه العلاج والشفاء من هذا المرض دكتوره ولا يعني أكيد الوليدات كيعيشوا؟ كاين اللي كاين علاج ويقدر الواحد يعيش بطريقه عاديه اذا كان تم العلاج مبكر وسليم. فاول حاجه هذه المعالجه ديال الحمى الروماتيزميه كتركز على جوج محاور ضروريه. اولا العلاج الاول هو تقليل من الالتهاب عن طريق الاسبرين ولا ليكورتيكويد ومده العلاج ديال هذه الادويه كتراوح بين 3 اسابيع حتى 8 اسابيع. والمحور الثاني ديال العلاج هو علاج الميكروب بالمضادات الحيويه اولا عن طريق الفم الواحد لمده بين 8 حتى 9 ايام وكذلك عن طريق الحقن كل 21 يوم ما يعرف بالحقن الاكستنسيلي والمده ديال هذا الحقن هذا كتروح بين 5 سنين حتى 10 سنين بعض الاحيان نقدروا نمشيو لعشرات ديال السنين اذا كانت هناك اصابه كبيره ديال القلب. بالاضافه الى هذه الادويه هذه كنقدروا نعطيو ادويه خاصه بالقلب اذا كان القلب متضرر ولا بالدماغ بحال النوغلوبتيك اذا كانت اصابتهم كبيره بالدماغ. والمراقبه ديال هذا المرض هذا كتكون في الشهور الاولى عن طريق الاختبارات الدمويه كما كونترول ولا انفلاماسيون او الالتهاب حتى نتاكدوا ان الالتهاب البيولوجي مشى. وكذلك نقدروا نحتاجوا في المراقبه الى الفحص بالصدى او الكولوبلاغ كارديك بطريقه دوريه اذا كانت هناك اصابه ديال القلب. طيب في حالات التهابات القلب لابد من راحه تامه هذه واحد وكياخذ يعني المصاب بالكورتيزون بجرعات عاليه. طيب كيف ما قلت لكم تقدروا والمده العلاج بالكورتيكويد ولا الاسبرين كتمشي من 3 اسابيع حتى 8 اسابيع ومن بعد كنهبطوا لي دوز بطريقه بشويه بشويه باش ما يكونوش عاود عندنا مضادات اخرى. طيب هنا كيجي السؤال واش هناك اعراض جانبيه للعلاج ولهذه الادويه دكتوره؟ فكل علاج عنده اعراض جانبيه لهذا كنوصيو باش كيكون مثلا كيكون لو تريتمون بالكورتيكويد نقدروا نقولوا للمريض انه يتجنب الماكله مالحه نقدروا نزيدوه البوتاسيوم لان الكورتيكويد كيهبطوا من البوتاسيوم كذلك الادويه ديال القلب بحال الديوريتيك ولا لازيليكس اللي كيديروا التبول بزاف كيهبطوا من البوتاسيوم في الجسم فلذلك كنقدروا نزيدوا البوتاسيوم ولا ننصحوا المريض باش يتناول اكل بدون ملحه باش ما يتنفخش وباش ما يكونش عنده الاعراض الجانبيه سورتو ديال لي كورتيكويد. وكيف ما قلت لك باش كنحبسوا لي كورتيكويد ما كنحبسوهمش بطريقه بروتال ولا حاده كنحبسوهم بشويه بشويه كنبقاو نقصوا في لي دوز ولا هذا ديال الجرعات ديال لي كورتيكويد باش ما يوقعش عاود كتكون لانسيون سيغينالين ولا يكون عندهم مضاعفات واحد اخرين ديال هذا العلاج هذا. كيف يعيش
صاحب المرض، يعني كيف يعيشوا يومه، يعني اليوم كيفاش كيعيشوا صاحب هذا المرض هذا دكتور؟ المريض يقدر يعيش بطريقه عاديه الا كيف ما قلت لك، الا كان علاج سليم. يعني نعم. في الاول كنديروا بيان سور كيف ما قلتي الراحه كتكون في الاول. نعم. فمده العلاج سورتو ديال كيف قلت لك ديال المدات الحيويه كتكون 8 حتى 9 ايام، كيقدر يعيش يرتاح واحد 5 ايام 6 ايام، بعد يقدر يمشي للمدرسه. المريض يمشي للمدرسه، يمشي لهذا. وكيف ما قلت لك كذلك فهو غير معدي للروماتيزم، الحمى الروماتيزم هي غير معدية لالتهاب الحلق ولا الحلق، هما اللي معديين. لذلك يقدر يكون يعيش مع العائله ديالو ولا في وسط المدرسه ديالو الطفل بطريقه عاديه. وكيف ما قلت لك من بعد اذا كان استدعى الامر غيضرب يدير الحقن ديال الكونسيلين، فكتكون كل 21 يوم وما كتاثرش على الحياه اليوميه ديالو. اما اذا كانت بيان سور الاصابه كبيره في القلب، فغالبا وخاصه الصمامات ديال القلب اللي كيكونوا كيتقاسوا، فكاين حاجات حد اخرين خصنا نديروه، هو الموضوع ديالنا ديال الغدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك الدكتوره هدى معاد كاوي. غنتكلموا ان شاء الله غدا على امراض القلب المتعلقه بالصمامات، كذلك هو موضوع كذلك يعني عنده علاقه كبيره بروماتيزم القلب بالنسبه للاطفال. لكن مواعيد باذن الله معنا في اللقاء المفتوح الدكتوره هدى معاد كاوي المختصه في امراض القلب والشرايين بمدينه الدار البيضاء. خليناك على خير لله.